طيب نروح بقى لخبر في غاية الأهمية، ولازم ان احنا نكون كمان فخورين واحنا بنقوله، لان الخبر ده مش بس كان يعني بيهم المصريين بس، لا ده الخبر ده هم العالم كله، الناس المهتمة بالرياضة كمال الأجسام تحديدا. بطل كمال الأجسام المصري ممدوح السباعي الشهير ببيج رامي حقق إنجاز تاريخي مشرف، ده كان بعد فوزه ببطولة هنا ماستر أولمبيا 2020. هو استطاع ان هو يقتنص هذا اللقب من لاعب قبل كده فاز بيه 7 مرات، فبنتكلم ان حاجه يعني ما هياش حاجه بسيطه يا جماعه. 7 مرات قبل كده كان في بطل كبير حصل على هذا اللقب، لكن استطاع رامي، وهي طبعا خلينا نقول البطوله الاعلى في لعبه كمال الاجسام للمحترفين، فاستطاع ان هو يحصل على هذا اللقب، فاحنا اكيد لازم نكون فخورين بيه جدا. كان في حضور كبير جدا كمان من شخصيات يعني عامه ومشهوره، وخليني اقول لحضراتكم ناس كثيره جدا برضه بابليك فيجرز ورياضيين حول العالم هنئوا بيج رامي ابن محافظة كفر الشيخ والبطل اللي مشرفنا. خليني اقول لحضراتكم كده بعض المعلومات عنه. هو اصلا اول مصري زي ما احنا بنقول بيحصل على ماستر اولمبيا، وهو كان برضو دولة الكويت اهتمت بيه واهتمت ان هو كمان تتبناه رياضيا، لكن لما جه لعب اختار ان هو يلعب باسم مصر، ما اختارش ان هو يلعب باسم اي دولة تاني. فمثال حقيقي محترم جدا لرياضي مصري وطني لحد كبير طبعا، وكلنا بنفخر بيه. فمبروك عليك يا بيج رامي، ومبروك لينا جميعا بجد، نموذج جميل، نموذج جميل ومشرف وملهم ومعشوق على فكرة كل الناس المهتمة بهذا الشأن الرياضي والرياضة دي بالتحديد. كمال الأجسام يعتبر أيقونة للرياضة دي، وفي أمريكا من الشخصيات الشهيرة جدا بيج رامي، يعني مضرب للأمثال، فدي بحد ذاتها برضو تخلينا نزداد فخرا بالفئة دي من المصريين. الترند امبارح أصلا أنا بقولك في مصر كان بيج رامي رقم 1، وعالميا كان تقريبا رقم 5 أو 6، فحاجة كده يعني حاجة مش فاكرة بالظبط، بس في مصر كان رقم 1، فيعني حاجة مشرفة فعلا. ألف مبروك.